نشوفوا جماعة جماعة ولا شكل المغزي باش نبيع عجالة. لا إذا ما كان نهضر في عجالة ما نهضرش. لا 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 مادام نهضر بصراحة بوضوح غادي نهضروا. يلاه بسم الله. شكرا السي الوالي السي دعم السادة رؤساء الجماعات المنتخبون السادة أعضاء الجهة كذلك مديري المصالح الخارجية. هي فرصة هذا الاجتماع هو فرصة للتواضع للشفافية في الكلام ولتحديد المطالب الملحة ولمعرفة المشاريع اللي ممكن نستفيد منها الإقليم بكل موضوعية. أقول بأنه مشكل التواصل مشكل جد جد مهم خصوصا وهذا الكلام موجه مباشرة للمدراء الجهوية المدراء الإقليمية لأنه حتى أنه رؤساء الجماعات اللي كيستدعوا مدير إقليمي ولا كيستدعوا مدير جهوي ولا رئيس مجلس إقليمي كيستدعي مدير جهوي راه ماشي كيلزمو كيقول له أجي عندي راه أجي عطي لي أش عندك باش أنا كمنتخب نوصل للمواطن. كاين مشاكل مريحة وكتحتاج تدخل حالا وغير خاص غير انفورماسيون. هنا نقول مثلا بالنسبة للصحة الدرجة الأولى للتعليم السيد مدير الأكاديمية السيد مدير الجهوية ديال السلاحة علاش ما يجيش يحضر معنا؟ كل خطرة كيعتذر ولا كيسيفطش كموظف ما يعطيك والو والحال أنه أشغال ديال المستشفى متوقفة. مستشفى محلي في المنطقة ديال تنسامات ضرورة مريحة خصني تبرمج لأنه كاين 8 الجماعة تروبوت ولا دمغار بني مرغنين تمسامات بودينار تاليليت إجرماوس تقريبا كلهم كيمشيو لذاك السونتر ديال بودينار اللي فيه طبيب واحد خسر مستشفى محلي. ما يمكنش انه الناس ديالنا يبقاو تنقلوا للحسيمه يبقاو تنقلوا للناظور. كاين مشروع ديال مستشفى محلي السيد الوالي هنا في الميدان على بعد 14 كيلومتر ولكن الناس راه ساكنين في الجبال راه جرماوس راه ما كيجيوش للميدان راه كيمشيو للمستشفى ديال ذاك المستوصف ولا ذاك المركز الصحي ديال بوديمان. هنا ضروره البرمجه حالا بالنسبه ليا كمنتخب لهذه المناطق هذا السيد الوالي حالا انه مستشفى محلي في المنطقه ديال تمسامات بالدرجه الاولى بودينار والمستشفى هذا الاقليمي الاشغال اللي متاخره. قلنا المدير الجهوي علاش متاخر؟ باش يقول لنا راه بيرو ديال المهندس كذا داك الشيء شغلك ماشي شغل المنتخب المواطن كيستنى المستشفى. بالنسبه للتعليم التعليم سيد المدير الاكاديمي غتسمح لي المنطقه ديال الساحل من ناخذ من جماعه ديال امجاد حتى تروبول ما فيهاش ثانويه وفين كيمشيو الدراري ديالنا؟ كيمشيو لاقليم اخر اللي في جهه اخرى وما كيتعلموش العلم ما كيتعلموش القرايه كيتعلموا شي حوايج اخرى وكتشد لنا مشاكل. علاش ما تبرمجش وتبرمج بشكل استعجالي وتحط له تروبول ولا هنا دوار ولا حتى زاغيه المنطقة اللي هي في حاجة مليحة. كان مشكل آخر ديال